شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم ألقى كلمته الثانية وسلم مفتاح التفاوض بالحرب لنبيه بري وأكد أنه ما في أي نقاش بيسبق وقف إطلاق النار. حزب الله شن أكبر هجوم صاروخي على حيفا من أول الحرب، أكثر من 100 صاروخ على دفعتين ووصل عدد منهم على المدينة. الشرطة الإسرائيلية قالت أنه الصواريخ والشظايا نزلت على 150 موقع بين حيفا والكريوت ونصاب 12 شخص بجروح على الأقل. بلدية كريات شمونة قررت تجلس سكانها لآخر كانون الأول. إسرائيل قصفت نائل المي الرئيسي بمجرى الليطاني الجنوبي اللي بوزع مي على مشروع القاسمية وأخرجته عن الخدمة، والقوات الإسرائيلية البرية استدعت فرقة إضافية للمشاركة باجتياح الجنوب لفرقة 146. قدر الجيش الإسرائيلي يتوغل لمسافة محددة جوا مارون الراس وشك علم إسرائيلي على الأنقاض كرمال الصورة. بالمقابل وقعت قوة خاصة بكمين لحزب الله بمنطقة اللبونة كانت عم تحاول تتسلل وتحتمي بنقطة لليونيفيل جوا الأراضي اللبنانية، بس استهدفت بالأذايف والأسلحة الصاروخية لحد ما تراجعت ورا الحدود. على شاشة المراسلين من الجنوب كانت مبينة الآليات الإسرائيلية عم تحترق.